فيهم ثاني فهاد الحي قطع الشيخ تكرفصنا خويا هادشي اللي عطى الله بشاري الحرشه ما بغاش يسالي خويا راه ضررنا فهاد الواد هذا راه كرفصنا اكثر من شهر وديز صاحب المشروع المجلس الاقليمي حنا نضرر من هاد الريحه اللي كتشوفوا هاد القادو ديال الواد الحار هاد السيد رئيس المجلس الاقليمي اللي حنا ديما كنراسلوه وبنادم كتعيط ليه ما كيجاوبنا ما حتى شي حاجه شارع القدس المعروف شارع الحرشه شحال من واحد عيطنا ليه ما كاين حتى شي حاجه رئيس مجلس الاقليمي بان هذا الشارع راه تم فتح تحقيق في الملابسات ديال الحرشه حنا باقي ما شناش ما عرفناش اين وصلت هذه التحقيقات حب البلديه كيقول لك لا دخل لنا ولا بهذا الشيء وهذه الريحه دخلت لنا المحلات وعندنا دراري صغار الريحه وصلت لنا حتى لديورنا تكرفصنا كما يوميا بحال هكايا الريحه داخل الديور كاين اللي فيه حساسيه كاين اللي مريض حنا سكان حي قضاء الشيخ كمجتمع مدني بالساكنه حي قضاء الشيخ كنتفاجئوا اليوم ثاني بشاري الحرشه ما بغاش يسالي هذا الشارع اللي تابع لصاحب المشروع المجلس الاقليمي شارع القدس المعروف شارع الحرشه هاد الناس هاد السيد رئيس المجلس الاقليمي اللي حنا ديما كنراسلوه كنتابعوا هاد الشارع بالزمن اللي كنشوفوا هاد الشارع اللي الشركه اللي كامله اللي تخسرت عليه الملايين من المال العام لحد الان هاد الناس هادو ما بغاوش يستجبوا لهاد الشارع الان كنتفاجئوا هاد الصباح بهاد الولاعه اللي طالعة بالصرف الصحي قنوات الصرف الصحي اللي كتدخل لحي قطع الشيخ الريحة داخل الديور كاين اللي فيه حساسية كاين اللي مريض هاد السيد هذا كيعيطوا ليه ما كيردش عليهم كيعيطوا لمصلحة التطهير ديال الأراضيك ما كي وحنا ما عندناش علاقة لأنهم باقي ما دازش لا ريسيبسيون حنا كنراسلوا السيد العامل فتح تحقيق في هاد الشارع اللي كان كيقول رئيس المجلس الإقليمي بأن هاد الشارع راه تم فتح تحقيق في ملابسات ديال الحرشة حنا باقي ما شناش ما عرفناش أين وصلت هاد التحقيقات والسلام عليكم خويا راه ضررنا فهاد الواد هذا راه كرفصنا اكثر من شهر وديز الحاله الريحه كريهه راه تكرفصنا راه ما بقينا قادرين نخدموا ولا ريحوا في محلاتنا لا حتى شي حاجه لا والو راه ضررنا عيطنا شحال من واحد عيطنا ليه ما كاين حتى شي حاجه جا الكاميو الصباح هنايا قال لك اودي واخا حنا غادي نشوفوا كل نهار كيقول حنا غادي نشوفوا حنا راه تكرفصنا هذا الشيء اللي عطى الله راه تكرفصنا فهاد الحي قطع الشيخ تكرفصنا خويا هذا الشيء اللي عطى الله انا من السكان ديال حي قطع الشيخ انا نضرر من هاد الريحه اللي كتشوفوا هاد القادو ديال الواد الحار ما خلينا فين مشينا اللي مشينا لعند صحاب الاراضي كيقول لك سير عند صحاب البلديه صحاب البلديه كيقول لك لا دخل لنا ولا بهذا الشيء وما عرفنا عاد من نمشيو هذا هو اللي كاين اخويا راه جاي لشي شهر والصرف وحنا مضرين من هاد الريحه اللي كاينه السلام عليكم خويا الصراحه هادي اكثر من شهر وزياده وحنا كنعيطوا لهم حتى شي واحد ما كيجاوبنا حتى شي حاجه الريحه وصلت لنا حتى لديورنا تكرفصنا وبنادم كتعيط ليه ما كيجاوبنا ما حتى شي حاجه وعندنا وليدات صغار يعني الريحه كريهه الصراحه وكنتمنى بأنهم يجاوبونا يجاوبوا على الاقل يصلحوا لنا هذا الشيء الريحه راه وصلت لنا حتى للديور شكرا السلام عليكم حنا من هاد الحكام ديال السكان ديال هاد الحي وهاد الريحه دخلت لنا لمحلاتنا وعندنا دراري صغار وتكرفصنا ومده مني بدات طيح هاد الامطار وحنا عندنا هاد الريحه بحال هكايا ديما يوميا بحال هكايا